قبل ما اقول مقدمه الحلقه رح استدعي الكوميكازيين فادي شربل، انطوانيت عقيقي، وريمو صليبا. بونسوار بونسوار انطوانيت، كيفك؟ انا كثير منيحه، هلا صرت احسن. خير، شو حلو تكونوا معي من الاول. الليلة أنا وأنطوانيت رح نتشارك بمقدمة الحلقة، لأنه موضوع بيحكي عن الفرق الكبير يلي بتعيشه البنت العزبية مثلي ببيت بيا، وبين يلي بتعيشه المتزوجة ببيت جوزة مثلي أنا. بيك بعيد ميلادك بيعطيك هدية، وفوق مصاري، وفوق المصاري كريدت كارد، وأهم شي فوقهم كلهم بوسة بتسوى الدنيا. نعم، نحن بنعرف. بينما عند جوزك بتنقري له راسه من قبل بشهرين تتذكريه انه عيدك، وبتلطشيه انه قرب، ويوم العيد بيجي على البيت فاضي، ايد لورا وايد لورا. واذا عتبتي، اذا عتبتي بالك ولو يا حياتي، ما انت كبرت على الحركات، شو بكي؟ مشينا. ايه والله لمشيك حافيرو. لا اللذة قبل بست اشهر ببلش يقولوا لك انه عيد ميلادي. انا هيدا الشهر اصلا بكل شهر في عيد ميلادي. ايه عند بيك يا انطوانيت بتنامي وبتوعي وقت اللي بدك، كلهم على حسابك. ايه بينما عند جوزك بتنامي وبعد دقيقه بتحسي بمحدا ليه عم بتوعيكي، قومي اعملي لي لقمه اكل او قومي اعطيني البيجاما. اوقات تصيري تفكري معقول انا لبست له بيجامته؟ انت شو بدك تعملي يعني؟ انه هدول المينيموم تعملوه. صح. ايه عند بيك صناع بيكون نحن. يعني عند بيك برجع بقول لك انطوانيت فيك تحكي على تليفون البيت عم تقولي لي قولي له للون. ما انا عم سامعك ليسمعوا. عم بسمع بتحكي الجارة تسمع الكني. ما حق عند بيك بحكي على تليفون البيت قد ما بدي. صح. فيك تحكي قد ما بدك مثل ما كنت عم قلك، وتطلب الرقم اللي بدك ولو كان موبايل، وقد ما تجي الفاتورة عالية بيقلك بيك بيرخص الغالي لعيونك. أما عن جوزي ما بتسمع إلا مع مين عم بتلتي. خلي اللي عم بتلتي معهم يجوا يدفعوا الفاتورة، وبصير يلغي لك شي 0.3، شي 70، شي 71، 76، 79، بعد شوي يمكن يغري يلغي لك 69 كمان، مين بيعرف؟ ايه 69. بقول لك يعني ايه في شغلي انا هون؟ تفضل تفضل. بتحكوا ثلاث ارباع ساعة على التليفون، لو رحت عملتي لها زيارة اقرب لك. ما بدي حاطتك بنزين. انا على التليفون ومش مخلصة. عند بيك يا انطوانيت لما يصير عمرك 18 سنه بيشتري لك سياره حتى لو ما بتعرف تسوقي. بعد ما صاروا 18 بس يصيروا بقول لك شو صار. بس عند جوزك، عند جوزك اذا اشترى لك سياره بشتريها بالتقسيط وبحطها باسمه، بس الكمبيالات مبلا بحطهم باسمك، ما بدي اظلمه. صح. كمبيالات باسمي. واذا شي نهار عملتي لك شي حادث صغير بصير يقول بدي عارف منو هالحمار اللي علمك السواقة؟ هو شو بقله؟ ايه هو اللي علمك. هو بيقول الله يلعن الساعة اصلا اللي علمتك فيها السواقة. عند بيك برجع بقول لك يا انطوانيت، عند بيك اذا قلت له بابا زهقانة بيركض على السيارة بدورها ببرمك لبنان من جنوبه لشماله. اما اذا قلت زهقاني لجوزك يارن وعبالك تقدري يارن لتغيري الجو يارن، بصير يبهدلك ويقلك ولو مش عم تسمعي اخبار، وضع البلد خربان، البنزين صار مدري بقدي، وبيعمل لك فرمان امني كانه الحرب على البواب. بس لما بدي اقوله اصحابه على الليخه ليخه نعم بروق الوضع وبترفرف حمامه السلام. نعم. دخلك انطوانيت عصيرة السلام، السلام انثى ولا ذكر؟ لا بعتقد ذكر. شو يا جمهور؟ حمامة ذكر، ما قلت لك ذكر هن قالوا لانه
لأنه لا يعبروا عن السلام بيرسموا له حمامة. أها. أنا مالتي هذا الجمهور هيك عم بيقول. حمامة. أهلا وسهلا بالتريو. يعني نحن رسم السلام ومش عارفينين. طبعا. بسم الله ليش. الله. قفص حمام نحن هون قفص حمام. لاحظتي انطوانيت قديش متضايقين بعد ما خبيه؟ لا مش متضايقين بس دائما لو عند بيك شي مره قولي لو عند امك شوفي قصه شو صار. هلا رح تضلكم زعلانين؟ لا 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 نحن ما بنقبل نحن ما بنقبل شو هالحديث نحن مش عارف. ليكو ليكو ما احلاكم هيك ثلاثتكم محل بعض. شو يا تريو مين الليله رح يواجهكم؟ مين الفريق؟ صراحه نعم. الفريق اللي رح يواجهنا الليله بنخاف منه لانه بيضم ممثلين كتير كتير قوية بالكوميديا وهن عم يلمع نجمون كتير مؤخرا ببرنامج السكتشات يلي صار الأول وعالسين كل الناس برنامج كتير سلبي شو. خلونا نستقبل بسقف يا جماعة خلونا نستقبل سوا بسقف كتير كبيرة الكوميكازيين حسين مقدم وجوانا كرامي. أهلاً أهلاً أنا خدران إيه. أنا كتير اخترتهم هلا أنا بحبك كتير 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 واليوم مبسوطة أنه اثنيناتكم سوا وبدي أخبر المشاهدين يلي ما بيعرفوا أنه مثل ما مجتمعين بالتمثيل أنتوا كمان خاطبين صح أيوة زقف للخاطبين الحكي اللي كنا عم نقوله خوفكم شيء ليه بلا شاب ليه بلا شاب مش دعانه الحكي اللي كنا عم نقوله ما خوفكم لكن تركها تركها مش عارفه شو ناطره شو ناطره شو مزبوط اكيد مزبوط ايه عن شو عن البنت ببيت أهلها وبس تروح عن جوزة طب إذا عارفي من هلأ خدي شو يا شقلوب هرب اللي بعد ما بلشت عمل شو يا شقلوب أو شو يا لطيف لطيف شو يا أم خالد أو شو يا جوجو شو محضري لنا بعد كتير سلبي على التلفزيون على المسرح بعد كتير سلبي على التلفزيون نحن بناخد برمضان بريك رحين على الأردن رحين على الأردن رحين نعرض مسرح بالأردن أخذين بريك برمضان وكنتوا انترونا بعد رمضان نحن بننطركم كاركترات... العمر كله ايه في كاركترات جديدة الآن والمسرحية مسرحية بكنتوا انتروا على الباب شوي في عجلة لأنه اسم الله مسرحيتنا كتير حلوة طب حلوة كتير والبست أوف لكتير سلبي موجود بالمسرحية على فكرة أنا بدي أقول شيء الناس عادة بس تحضر شيء بتشوف بس اللي عم يعني ما بتقشع إلا اللي شايفته على التيفي ما بتعرف إنه ورا هالشيء في نبيل عساف وجسكار لحوت اسمحي لي اليوم بدنا نحكي موضوع ما يعني لازم نحكي فيه هو انه هذا البرنامج انعمل ليضحك الناس ليسلي الناس ببيوتها ويشيل الهم عن القلب مثل ما بيقولوا هلا في اوقات بيضطروا الكتاب يحطوا اسامي بقلب هالكاركترات لانه مش معقول واحد يطلع يمثل يكون اسمه جاي من الفضاء يعني طبعا لازم يكون اسمه موجود بالحياه يعني في عيال مثل شاربي مثل صليبه مثل لا, لا 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 انا موجوده هون لحتى اذا حدا جاب سيرتنا قوم بالواجب أنا ما أطلع بيت عقيقي بيت كركي كلنا يعني بيت خزاقة كمان بنوجه لهم تحية يعني بالنهاية هيدول الأشياء اللي بيطلعوا بهذا البرنامج ما بتوجهوا لأي إنسان لأي عائلة لأي اسم أو لأي حدا هيدي بيطلعوا بس ليكفوا سكتش وليكون في أسامي بقلب سكتش الهدف إنه نضحككم صح ميرسي دي 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 تفضلوا لمحلاتكم يلا بخطر لخبركم لا. شو رح يصير هلا رح نتوقف هلا مع ريمو وفادي يلي رح يتشاركوا بتقديم فقرة الكومي نيوز بنشوفها سوا بونسوار يا جماعة بونسوار بونسوار في نشرات بينشروا فيها حريم بعض
وفي نشرات بينشروا غسيلنا وغسيلهم بكل العالم، وفي نشرات بينشروا فيها الأخضر واليابيس، بس نشرتنا غير شكل. منشان هيك نشرة أخبارنا صارت من أكثر النشرات يلي بينطروها اللبنانية، لأنه بتضحكن ما بتضحك عليهم. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم ب كومي نيوز. أهلا 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 رأسك لبوسو رأسك، تفضل. أهلا وسهلا. نبدأ الليلة من مجلس النواب، حيث طلب من الأزواج عدم ممارسة الطقوس الزوجية هالأربعة وكل أربعة، لأنه ما في نصاب، والأكيد والأكيد أنه لا هلأ ولا بعدين رح يكتمل الانتصاب. النصاب النصاب. نعم. أيضا في مجلس النواب، حيث أخيرا أقر قانون بإعادة بناء جسر جل الديب لتسهيل أمر المواطنين، بس أكيد على طريقة دولتنا العظيمة ليكو كيف. طبعا مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. وبخبر آخر، أصدرت مفرزة سير بيروت بطلب من وزير الداخلية قرار بيقضي بإعفاء السائقين من حزام الأمان إذا كانوا بيملكوا إيرباك بالسيارة، مثل هيدي الست الفاضلة. أو مثل هيدي، شوف يا ريمو وعبي نظرك يا بابي. يا بيي يا بيي، هيدي دول إيرباك. وبعدنا بالمحليات، حيث قرر وزير الاتصالات جعل كل التطبيقات الخاصة بنظام الأندرويد مجانية، ويمكن تحميلها بسهولة إذا كان إرسال الأنتين جيد. إذا هيك بعتقد الإرسال بيكون حسب التقويم المحلي. التقويم المحلي. وننتقل للخبر اللي كتير انحكى بالفترة الأخيرة عن حبيب قلبنا جورج كلوني والبنت اللبنانية يلي خطبها. بنت منشوف، تعرف انت هالشي؟ والله اسمها أمل علم الدين. بس يمكن نعيد النظر جورج، تعرف ليش؟ بعد ما عرف بالحس الشهيرة يلي كنا كليتنا منتذكرها، ما قطعوا له للشاب اللي بده يتجوز بنت من الشوف، ما بتتذكرها؟ قطعوا له إرساله؟ طريقة مشبوهة. حقه حقه لك، عم تتخيل أخ؟ لا ليه 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 دخلك ريمون؟ نعم. سمعت بهذا الشاب التونسي سنة 2013 يلي قص. يا ويلي، وفات على مركز الشرطة، عملوا هيك وقدموا لرجال الأمن هناك، قال لهم هيدا مساهمة بنمو الاقتصاد. ليك فادي، شو رأيك نساهم نحن كمان بنمو الاقتصاد ببلدنا؟ لك إذا أنت حابب تساهم أنا ما عندي مشكلة يعني، بس مرتك أكيد رح يصير عندها مشكلة يعني. لا أنا بالنسبة لألي كاسة وافي قاعد بالطابق الثالث أنا، بس أنا سمعت بعيد النائب الأردني يلي حكم عليه القضاء العشائري بقطع لسانه أو بيدفع 100 ناقة لأنه سب نائبة معه بالمجلس. يا حبيبي يا حبيبي، يعني على المعدل نص نوابنا بدهم نقص لسان. ليها ننتقل، ليش نص نوابنا كلهم؟ ننتقل للأخبار العالمية، حيث قررت وكالة النازا الأمريكية إرسال الصاروخ الطويل المدى 215 رينا لاستكشاف كوكب جوبيتر، حيث أزاحت الستار عن المكوك الفضائي وعرضته للجماهير. أنا شو هيك؟ هيدا مكوك؟ هيدا كوكب لحد ذاته؟ يا حرام، لا عجد في حدا هيك؟ إيه طالع بشرفك، طالع مخها من الطابق الثاني غير لما أنا أكون بالحلقة. شفت شو الصورة؟ يعني صراحة بالوقت اللي كانت فيه العروس عم تتصور مع شبيناتها، كان عريسة عم يلعب بالباسكت. نيتكم شو عاطلة. أما خيا صغير للعروس فكان عم بيتلقى تهاني الرؤسة. شو هذا؟ هذا خيا يا شيخ، أنت عم تتصور بيتهم هون؟ شعفك؟ أصلاً أمه إذا بدها تطبخ هذا، شو بتطبخ له هذا؟ بتطبخ له شي 500 عنزة و17 خروف. طب كيف شو بياكلوا هالجماعة؟ الباب كيف بيفوتوا منه؟ ما في باب خيي، هذا بيفوتوا من السقف. يعني بيسأل على الباب. بيسأل على الباب.
ما بدناش نفوت بالتفاصيل البقوة يعني. وتصور انه ايه مثلا كيف بيعمل شو اسمه؟ ما بيعمل خيال. هيدا لا يطلع من بيته على السوق معلم شو بيعمل؟ بدل ما يحمل شمسية بيحمل هيدا شو؟ لا انا هيدا بحس بيطلع من بيته على الطريق من البلكون. مفيش باب مش درج. بعد ما سمع بعد ما سمع شاكيل أونيل بجملة الجنرال الشهيرة ما بتوصلوا لزناري باعتمادها كعبارة حتى بحياته الشخصية بلش بتطبيقها على هيدا النحو. شوفوا كيف. لا شو هذا؟ المعترة شو بدها تحمل؟ لا تحمل لا عن جد عم تحكي؟ هذا إذا بده يحبها بيطجها طجتين من الأرض. وإذا أبعت معه منها بكبة تروها بوان بوش. يا عمي هاي معرفش لا يبوسها ما لك إيه؟ إذا هاي بتطلع معها بالجهاز سيبي. إيه والله ما راح يخلي لا شبك ولا سلة من أساسها. نعم ميرسي ميرسي ميرسي. إن شاء الله تكون عجبتكم نشرتنا وتنشروا لغيركم وما تكونوا نشرتونا عهد نشرة. بنلاقيكم الأسبوع الجاي بكومي نيوز. راسك لك الحقيقة حقيقة في ضياع في ضياع في ضياع. ميرسي فادي وريمون. ميرسي إلي. هلا بعرف ثلاث أرباعنا عم بتلطشوني بس بدي أخبركم شغلة. الكعب عامل شغله. بعرف طبعا. إيه بتعرف هيدا الشيء. أكيد طبعا. بعدك متضايق؟ نفسيا. اسمع لخبرك هالخبرية. قولي. أول مبارح وعيت لقيت دولاب سيارتي على الأرض، فقال لي الدكتور جارنا إنه هيدا من البلف، لأنه بس ينتزع البلف مننبلف. بس البلف يلي رح تتعرفوا عليه بالمشهد بعد البريك بلف مش شايفين مثله بحياتكم. خليكم نفخين وما تنفسوا لأنه بريك سريع كتير وراجعين. دكتور فرناندو يا دكتور فرناندو دكتور فرناندو لك وينو الدكتور هذا؟ على أساس عنا موعد. طب معقول وعد بيجي ما بيلاقي الدكتور؟ ألو دكتور فرناندو حضرتك حكيم التجميل المشهور ما هيك؟ لا لا ما بتعرفني. لا لا يا أستاذ ما بدي أعمل عملية تجميل. لا حضرتي بلف بلف بلف. نعم بلف أهم بنشرج بلبنان والمهجر. ما في دولاب ما بصلحه، ما في شيء مفخوض بالبلد إلا ما أنا برقعه. نعم نعم أستاذ فرناندو حضرتك اتصلت فيي وطلبت مني إجي أخذ سيارة مدامتك لصلحها. شرفت بس حضرتك مش موجود بالعيادة. لا نعم السكرتيرة أيضا مش موجودة. لا نعم أنا موجود. نعم لا يا أستاذ فرناندو يا دكتور يا حبيب قلبنا بدك روح وارجع بعدين؟ لا جاي خمس دقايق. يلا بنطرق دكتور فرناندو أجل الله معك موفق. بدنا نعمل ننطره دكتور فرناندو. ليكي هلا إما بدنا ننفذ نحن بس اللي قدام. ما تبلشي لي تعملي لي عمليات تجميل كلك بدك تتجملي ولك شو تنفخ بس اللي قدام؟ بدي نفخ كل شيء بيتنفخ كل شيء كل شيء. عندي 100 شغله بدي اظبطها. ايه بدي ارجع شركه. ايه على قد ما بتطلع حضرتك ما انتم اللي ممثلين ما انتم عايشين على قد حالكم. والله غلطان. والله انا اللي بطلع كل هالمصاري اللي حضرتك تصرفها. انا اللي عم طلعها. انا اللي بطلع. يا ريتك بتطلع اللي لازم تطلعيه. مش عم طلعه لانه مش عم لاقيه. Bonjour.
اهلا وسهلا صيتك سابقك. اهلا شكرا يعني كل العالم تحكي عنك. انا بشكرك شكرا. انا شو متواضع هالقد يا زلمه؟ انت اهم نفيخ بالعالم، شو بلبنان، بالعالم العربي صح كله. صح، والمهجر كل نعم المهجر. شكرا انا بشكر لطفك وحنانك، بشكرك. هيدا شغلتنا ننفخ، شو بدنا نعمل؟ الله يخليك. ليك بصراحة كلهم قالوا لنا انه يمكن ما يشتغلكم قد ما عنده عجقة. صح، بس نحن لحقنا وتلقطنا فيك، خلص ما رح نقبل، بدك تشتغل. اكيد لا، انا بديكم على العالم كله للحقيقة. يا اهلا وسهلا، وخصوصا ما لا 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 هديني لا، حضرتك الممثل المشهورة ورد السماء. لا مش معقول، ما بصدق عيوني. لا مدام، حضرتك بشحمك ولحمك موجودة هون؟ لا لا ما بصدق مدام، أنا متابعك من زمان، أنا ما مخلي فيلم إليك، ما مخلي برنامج. آخر فيلم سينمائي حبيته كتير، صراع في غرفة النوم. هيدا صراع في غرفة النوم، شيء حلو 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 حلو، صرت حاضره أكثر من 200 مرة الحياة. هلا التطاير اللي بتطير، هالريش الطايرة بقلب الأوضة، وأنت مغموسة بقلب التخت، بحط كاس الويسكي وبقعد الحياة، وأنت نازلة خلص. خلص بدي هنيك عليها، فهمنا يا خيي، مرتك ما هيك دقوا. ايه مرتي دقوا بالسقف، بدي دقوا باذن الله، بدي يقطعوا السقف باذن الله. فظيعه، بهنيكي مش على التمثيل بس، لا بهنيك على النشاط بغرفه النوم. بهنيك، الله يخليك بصحتك، الله يخليك بصحتك يا رب. مري شو فيني اخدمك؟ انا حاضر ليك، انه حسيت انه نفسوا، فقلت انا بدي انفخون. عند مين بدي اروح؟ لعندك. نعم، جاي انفخون اذا في مجال تنفخ لي اياهم. انا اللي بنفخ لك اياهم، مين بده ينفخون غيري؟ انا ملك النفخ. انا تكرمي، لا تكرمي. بس سؤال، بتحبي انفخ لك الأربعة سوا؟ أربعة؟ نعم أربعة. ليش في أربعة؟ اي ليش مفاجأة يا أستاذ؟ طبعا في أربعة ولو. لا أنت اللي بعرف أنه في اثنين مخبية علي، اثنين غيرون. لك أنا على حد علمي أنه في اثنين ونفس وجاي نفخهم. مزبوط. لا لا يا جماعة، لا في أربعة، صدقوني في أربعة، اثنين قدام واثنين ورا. نعم، كمان اللي ورا بيتنفخوا، هن اهم شيء تنفخ الورا. الله يجرب العلم. خطا شائع انه بينفخوا ادمام وبيتركوا الورا، بصير الواحد مش متزن، ما بتزبط. ضروري تنفخ الورا، وخصوصا تنفخوا نفخ بتعرم هيك تعريمي، هيك بتصير منفخه وعاليه، تشقل يعني. عين عليك، مهم تشقل هيك، بتصير الواحد يشتهي يفوت فيها من ورا. للحقيقه سالني انا بعدين هي ماشي هي بالشارع، والله لا يركضوا للبيع بتبيعنا اياها للبيع. لك للبيع يا خيي، للبيع هيدا رزق خاص. ايه املاك خاصه هي خيي، من للباع بتشقل ومدري شو. هيك بتشقل هيك لك يا حبيبي. خلص لك، اتركه يحكي شوي، هو محترف عم يعرف شغله، اتركه يحكي. بس سدوا بقى، سدوا خلصنا، سديته. فيني اسالك سؤال؟ معلش، انت عم بتقولي انه منفسين هلا، ما هيك؟ ايه اقول لك السبب، انه على كثره الاستعمال ولا فايت فيهم شيء برغي ضارب فيك شيء بيناز زاحت عليك شيء إبري صاير معك شيء بخش صار عندك شيء مبخوشة هيك ولا عندك شيء بخش هيك ولا ضاربينك البخشين هيك ولا ليك ما بيجوا هذي كلهم؟ ايه ما هيدا البرخي أوقات بفوت وبيبخش هيك ليك. هلأ أنا هلا انا عم سندهم، بركي من التسنيده اكلوا لهم شي نقره ما بعرف، بس لاقول لك مزبوط انه برغي ومسمار نمدج البرغي. لا برغي لا. هي طلع في انا هون، انا عم اقول لك اكيد على الاستعمال. على الاستعمال، انت كل يوم بتستعملها؟ كل يوم؟ لا مش كل يوم، كل يوم يعني، بس انه يا حصرتك اليوم قال. ما لها ياكل اليوم، بس معلش انا ضلني اقطع
بس انه يومك بعدين شو هالاسئله هدول اللي عم تسالهم انت الثاني؟ ما بدنا نعرف الحاله يا استاذنا الكريم. بعدين سؤالي لك معلش، انت كيف اكتشفت انهم منفسين؟ هل يا ترى عم يرتفوا على السحبات ولا حدا قال لك؟ لك كيف بده يرتفوا انت الثاني على السحبات؟ يعني عم يرتفوا عم بيروحوا هيك؟ ولك ما بيرتفوا بلقوا ايه بس ردف لقى عم بلقوا ايه فيك تروق شوي، هو محترف وعم يسالني اني انا، خليني احكي. اتفضلي. ايه ليك السحبات ما بهون شيء. نعم. هن كيف عرفت انه منافسين؟ لانه باخر فيلم لقلي كل حدا شافهم قال لي لا منافسين. نفسي. كل حدا شافهم. أيوة. يعني من المخرج. نعم. للمنتج. نعم. حبيبي. للكاميرامنية. نعم. لشباب الصوت. نعم. للكومبارس. ايه. ولك الجمهور. خي هذا صراع في غرفة النوم. ايه. صعب كتير. ايه. البرنامج. ايه. للحقيقة انت كلهم شافوهن وقالوا لك هيك وسكتي حرام عليك حرام. ولو تعال عندي. وتعال عندي انا دواك عندي. انا بس بسيطة قصتك بسيطة. ايه. بسحب نبريشي. ايه. من قدام ومن ورا، من قدام من ورا، من قدام أهول، من ورا يعني أصعب شوي. بعدين أنا بشوفهم وبعيرهم عيارهم مزبوط بتركهم، لا برصهم، برصلك ياهن برصهم. نعم. حضرتك رح ترصهم؟ مين بدك تتكلي عليه يرصهم؟ لا اكيد ما بتكل عليه، مشان هيك عم بسألك. انا اللي برصهم طبعا. ايه؟ من بعد. نعم. الرص بطلع عليك 10 دقائق، بطلع بدون ما تاخذنا، بطلع عليها 10 دقائق وبشوفها بتنتيع. اذا تنتيع قوي مش حالها، تنتيع مش قوي بدنا نشوف لها شو القصة. ولك اتركه يحكي، ما بده يشوف كيف التنتيع. كيف التنتيع؟ طبعا. واذا لقينا التنتيع مش مزبوط التنتيع، اي نعم، بحطها ببركه المي. اكيد اذا فيها بخش بدها تنفس، ولما تنفس ولما تنفس بالميات بتبقبي بتعملك هلأ هلأ هو كان في بالزمانات بخش ما تسطم. على كل حال جرب شوف. لكن نحن منطلع، نحن منطلع بالميات وين في بق بق بق، يعني في تنفيسي برقع. يرقعك عزرائيل ان شاء الله. تعالوا خيي. تعال خيي. شو خير؟ لك هلا انا هلا انا مزبوط انه هيك زلمه ومنفتح شوي. بس ما انه تطلع عليا معلش. هلا انت اذا بدك انت بقى تحطها وتشوفها اذا غير عم تنفس. ايه طبعا. وبدي ارقع. انتبه بدي ترقع. بدنا نرقع. بدها ترقع. بدها رقعه. بدنا نرقع. بعدين لك اذا انت مزعوج جربها، اذا مشي حالها بلا رقعه بلا كل شيء. ايه جرب. انا جرب اعمل معروف. اوكي. ما نعذبك. لا ما فيك تتكل عليه. لا. لانه ايام الغنايم كان شحنايم. من ايام شهر العسل لا رصه ولا رقعه. يا خرب فما بيتا. تتكل عليه. يا خرب بيتا. طيب بدنا نسالك سؤال هيك شوي. طيب تنفوت بالجو بس. نعم. شوفي لي انت البزابيز 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 شو بقول البزابيز؟ البزابيز الله البزابيز. ايه؟ عم بينفسوا عم بيطلعوا صوت ولا عم بيروحوا هواء؟ ولك خيي انت شو بدك بالبزابيز والزبازوب؟ الاساس الاساس. ولك انت تبع النفخ انت الفخ وبس. الاساس هن البزابيز، لازم نفحص البزابيز. الناس بتغفل عن البزابيز بس بينبسطوا بالبزابيز. بس البزابيز لحقوا نفسوا البزابيز. يا بيي انا بقول المشكله كلها سوا بكون من تنفيس البزابيز. هساعتها بدنا نغيرهم كلهم. لحظه 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 هني بيتغيروا. كله بيتغير. بدهم بيتغيروا لانه ما بقى يفيد عندك شيء يا عيني، لا الحشي لا الفتين، ويمكن اضطر احط لك تيوبلس شامبرير. شامبرير ما نحط لها شامبرير. واللي ورا كمان بدك تغيره؟ كله بيتغير بس الورا ضغط عليه خفيف. دايما الضغط بيجي من قدام. شو عرفك؟ وكل انا بقول كله مثل بعضه. لا 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 كلهم بيقولوا هيك بس غلط. دايما الضغط القوي من قدام، من ورا الضغط بيجي خفيف. مشان هيك خبره. خبره استاذ كبير. انا ما في فنانه ما بتمروا لعندي، كل الفنانات بيمروا لعندي انا بالنبريش.
بتنفخهم كلهم؟ دغري بنفخهم. ما تقلي هلا عنايات عنايات وتهاني تهاني وشهرزاد وشخيرة كلهم بيمروا لعندك كلهم منفخين عندك كلهم بيوصلوا بيقولوا وانا بريشك دغري بتشيلنا بريشك نفخهم تنفيخ حلو كله كله من ابريش كله من ابريش بس شو نبريش حلو يعني شو نبريش شو عندي نبريش انا هذا مستورد من ابريش هذا الشكل هيك انا للحقيقه لا انت ما كذب عليك حاطط له ترمب الضغط مشان ما يبرد في ساعه مشان اعرف قديش قوتي يا خي لانه اوقات بينزرك بمحل ببج هلا ني بيتركب له اكسسوارات يعني اكيد انت لازم تغير نبريشك انت انت بتغيره انا كل فتره بغيره بس ليك إيه لانك عم تستهلكه كثير ايه بس انت انا برايي انا بدك راي شخصي انت ما ضروري تغيره انت فيك تحط له وصله ايه لانه هو النبريش هي لك النبريش عن شو عم تحكوا يا عمي عن شو عم تحكوا حكي نبريش حكي رجال بين بعضنا لا طيب خلينا نرجع للمهم تفضل امتين فينا نبلش هلا فينا نبلش عتبكوا طبعا انا بس اول شيء معلش بلا ما يخسي بدي اضطر عفرتها شو بدي احطها على عفريت الحياة بدك عفرتها ايه بدي عفرتها نعم متلم عفرتها يا عمي يا بدي عفرتها لا شوف من تحت بلكي يا خي هالتنفيسي في شي بخش من تحت ابي نزل هالتنفيسي كلها ولك شو اكيد بيبخش هو بس مش عم ينزل انا يا خي استاذ زكريا انا بقول ممكن يكون التنفيسي من جوا يعني بدي اضطر فوت لجوا كمان ليك لو شو بقى انا صار لي ساعه ساكت ولابد ساكت ولابد بس انا خلص رح بجي معك ولك بقاش بدي نفخ انا مبسوط فيها مش عزو مش عزو مش عزو انا بدي انت تنبسط فيا انا بدي جمهور يحبني يا جماعه يا جماعه يا جماعه تفضل خا شو بكون صوتكم طالع لبرا بيعمل لك خبريه تفضل اسمع بده يعفرتها وبده يبقبشها ويفوت من جوا ارقع ما بعرف ارقع بده يرقع ايه بده يرقع وبده يرص كمان ايه قل له كرمال ينفخ ما في نفخ من فوق لك يا خيي ما هي بدها شغل ولا زي يا جماعه لمين حضرته الاخ انا بلف اهم بنشرج بلبنان والمهجر ما في دولاب بينفخت غير ما بصلحه ما في دولاب مطعوش الا ما برصصه انا استاذ بلف نعم شو انت استاذ بلف بنشرج يا اصف عمرك انت بنشرج ونحن جايين لعندك لننفخ ال ونشد ال ونشفط ال ونكبر ال ونسحب ال هلا نحن فينا نشفط ونكبر ونصغر هيك بس بدي اعرف قبل هلا هن منفسين وبدك ننفخ الاربعه رجعنا معلم بعلي لك اياها بعفرتها حتى على عمليات بخاف عليكي بعدها ثلاث ارباع البنات صرنا بعدها مش رح حبك اكثر لما خدودك تظهر اجمالا نجاح أي شخص بالمجال الإعلامي أو التلفزيوني عامة بيعتمد بقسم كبير منه على حسن اللفظ ووضوح التعبير بس الشخصية اللي رح تشوفوها بعد البريك هي العكس تماماً وحققت نجاحها بالشقلوب ببرنامج شقلب المقاييس ببرامج السكتشات ما رح قلكن إلا يعفيكن العاطي وانطروا الشقلوب بعد البريك بلش مش هلا يا الله كثير ملبكه ما انا مذيعه جديده بتعرف انت يعني اصعب شيء بالدنيا انه الوحده تكون مذيعه ما بيصير هيك يعني لا فيها تتروق ولا فيها تتغدى تخيلوا مثلا اذا بدها تتروق منقوشة زعتر تقعد ساعتين لتبلش تصوير ليه لانه عم تنظف الزعتر من بين اسنانها بلش يلا نحن معكم مباشره من طريق الاذاعه وزاعي يا اختي وزاعي اوكي نحن معكم مباشرة من طريق الإذاعة اسمه وزاعي يا عمي سوري ما انا كتير كلاس
نحن معكم مباشرة من طريق الوزاعي مطرح ما الشباب بتجي وبتقابقي بالموتوسيكلات، ونحن هون ناطرين أول شخص بيمرق تنعمل معه انترفيو عن هذا الموضوع. سوري؟ وينك؟ سوري شو هيدا؟ ايه؟ شو هيدا؟ ليه هيك انت؟ شو ليه هيك انا؟ شو هالشكل؟ ليه شكلك هيك؟ انتقل بونجيس. عن جد ليش شكلك هيك؟ ما انا عملت حادث على الموسكتل. على شو؟ موسكتل، ما بتعرف شو معنى موسكتل؟ لا. إذا لا بونجيس وموسكتل بتعرف شو جاي تعملي على الوزاعي؟ انزلي عادي تحت بالداون تاون عند عادي عنده تحت، شو بدي تعملي هون؟ طيب في بلش معك الانترفيو؟ ايه تفضلي. اول سؤال، انتو بالشتوية مثلا ما بتبردوا ما بيصفقكم الهواء من ورا هيدا الشيء؟ بلا مرة فسقني الهواء. وين؟ هلا كل شوي بدي زقفه؟ وين؟ بصدرك؟ لا بحركة حرات. وين؟ حركة حرات، ما بتعرفي حركة حرات؟ لا. تحت شرن الفباك هيك على جنبها. اه فرن الشباك. اه اوكي. طيب السؤال الثاني، شو صار معك تصرت هيك؟ عملت حادث؟ كنت عم تقبقب يعني؟ ايه كنت عم بقبق الموسكتل على طريق المطار. انا عم بقبق الموسكتل فجأة طلع بوجهي شميون الكحن. حطيت اجي على الفريم طلعت فلتت الفريم دعساني. شو؟ تعبى فيه شميون الكحن بوز ببوز. ايش الضربة على الزعلوم. وقعد بالارض. مبرد فنطلوني. وقف شوي، وقف وقف. كات شوي. يا خي شو مبرد فنطلوني؟ حاولتني. انفرد بنطلوني. ايه انفرد بنطلوني وانتفص قطعي. وبلشت العالم تتجمع حلوي. حوالي. حلوي. حوالي قصدك. ايه ما في دقيقتين وصل لامبيانس. امبيلانس. لامبيانس. يا حبيبي اسمه امبيلانس. شو انت كنت؟ انت كنت؟ لا. وصل لامبيانس. نزلوا منه الشباب بلش يعملوا لي اولات اسعافيه. وما اسمع الا العالم عم تقول لي سمد الله على الحلامه سمد الله على الحلامه. اخذني الامبيانس على المستشفى وهنيك دكترني الفحوص. فحصك الدكتور؟ ايه دغري عرف انه الضربه على الزعلوم. سالني اذا عم بسعل قلت له ايه، قام وصف لي سودعلي. انا وقعد هيك بالمستشفى طلعت على المرايه لقيت خربطاتي مشعرتين، عينتاتي محولالين، ورمي درسان، خففي سميع وذكرت فئتي. اها. وكانت نفساني تعبيتي بشكل. ام التاني يوم رحت على البحر مع بيي اتسمك صياد. شو هاي؟ سمك صياد. تتصيد سمك. ايه انا عم بتسمك صياد ام جعت قلت له لبيي دليفري طلبلي. شو يعمل؟ يدليفري طلب. هلا بدك تقنعيني انت مذيعه ولا مره مدليفري طلبلي؟ اوكي قصدك اطلب دليفري. ام بل يا ملعون. من وين؟ من عند خليخ الفليفي. دقينا على المطعم طلعوا مسكرين نهار احد، قمت دورت المرشيتش السبح تبع دبي وفشطت فيها هيك على الكوع وضليت طالع على الافرشيه على ساسه سحين. اها. على مطعم اسمه فتلت له سمحت بدي شحن فتوس، قال لي انا ما عندي الا شنايتيز. شو هيدي؟ ما عنده الا شنايتيز هو بالمحل. شنايتيز؟ ايه ايه تشاينيز. شنايتيز اسمه هو. هلا بتعرف شو الغريب؟ الغريب بالموضوع انه اللي طلع قاعد على الصندوق منه لبناني. عن جد شو طلع؟ طلع شنايتيزي الزلمه. عينيه هيك. عينيها قال لي ما عندي شنايتيز. ظهرت فتلة عند الليل اسمه قلت له لو سمحت بدي شحن فتوس وشو واحد حمض بصحيني. اها. ما انا جيفيتيريان ما باكل لحمه. جيفيتيريان فيجيتيريان بيقولوا له. انا قاعد بالمطعم مين بفوت بيقعد بوجهي؟ مين؟ الفنانه هيبه وهفي. انا على فكره عندي خي عينيه زرق مثل هيبه وهبي. عن جد؟ ايه. خيك عيونه زرق مثل هيفا وهبي؟ ايه ما بحر التموز على النقزه نزلت له ميه الزرقاء بعينيه. كفي كفي. هلا هيبه وهبي قاعد بوجهي وانا شو كانوا خربطاتي مشعرتين استحيت. ايه اما دغري نطيت على حالون السليقه اللي بوجه المطعم. لوين؟ حالون السليقه. صالون حليقه. ايه بوجه المطعم دغري. ايه؟ قلت له لو سمحت سكسك لي هالخفوفه. سكسك لي الخفوفه ظهرت لقيت هيبه وهبي واقفه على الاوتوستراد قالت لي شقلوب اسكسيوز مي عمار معلوم. لحظة لحظة لحظة. ايه؟ هاي بوهفي بتعرفك؟ ام انا كنت عامل دعاية على كياس البطاطا طالعة صورتي. ايه طب تعرفني مشهور مثلها. قالت لي اسكسيوز مي. ايه بتقطع الكانت الاوتوستراد. قالت لي اسكسيوز مي سكلي الطريق لقطع ايدي. سكلي ايدي لقطع الطريق. ايه ما مسكتها بايدها طبوا علي ثلاثة باجي بارد من اللي معها. واحد منهم بيشبه بيلي تستر ستالون.
الثاني بيشبه شارنولد وازينيجر والثالث بيشبه فون كلود جاندام. وبلشوا فيي اكل. قتلت اكل لفرخت شكل بس خطر كر الله خطر كر الله خلقه كامله ونعمه زايده الحمد لله. واضح مبين عليك. طيب ليك سؤال، انت وين ساكن؟ انا عايش بالدي تي داون تاون ضاحية تحت. طيب و يعني انت بدي تي انه عندك بيت هونيك؟ لا بضيع على المسكتل هونيك كل الوقت. كل الوقت على المسكتل. ايه وكيف تنام هيك؟ لك قوم. طب ليك تعال شو سؤال بس، مين بتحب اكثر شيء من المطربين؟ انا اكثر شيء بحب شاني هاكر، بحب رابع السباعي. مين رابع السباعي؟ ما بتعرفيه؟ لا. لك هذا اللي غنى درشا درشا يا مبلل، درشا درشا ودرشا درشا يا مبلل درشا. كنت حب شاد الفاكر بس هلا ما بقى عم حبه لشاد الفاكر. ليه بطلت تحبه لشاد الفاكر؟ صراحه صار في فوق تساهم بينه وبينه، ما حلو نحكي عنه على التلفزيون. طيب ممثلين، انت بتحب الممثلين؟ مين اكثر شيء؟ بحب شورجو يلهوب. شوربه شو؟ شورجو يلهوب هذا بيجي عامل سعره ليش كان مثل ب بمسلسل كان اسمه الشرملة والأيطان. اوكي اوكي ايه 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 عرفتو عرفتو يورجو شالهو. ايه اخذ دورين هو صح مزبوط وجه قفا اخذ دورين. ايه وعندي استاذنا الكبير شادي فربل. هيدا هيدا شادي فربل جديد هذا العرب ايدل تبع شادي فربل. ايه ايدل اوكي. طيب حبيتك. حبيتيني كثير بالصيف. شو كنت عم فكر غني بس ما بعرف اذا بدي غني. بتعرف شو ما انت كل شيء بتعرف هيك هيك يعني موسوعه كامله. اسمع علي بول اوبشنز. اسمع الله بول اوبشنز عن جد بول اوبشنز. بس شغله وحده شو هلا قلت انت غني بغني غني اذا بتستبزيني بغني. استبزيتك غني بغني غني. طيب يلا بغني بغني غني يلا بغني. اللي بتنر الصورة اللي بتنر الصورة وتلحقها عيون الشباب. ايه شيرة ترات شيرة ترات شيرة ترات شيرة ترات سجل جيم 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 سجل لك التحت سجل لح سجل لح سجل لك التحت شيرة ترات شيرة ترات. كثير حلو. حبيتيني؟ كثير حبيتك. ايه بتعرف شو؟ شو؟ بعطيك رقمي؟ اعطيني رقمي. يلا خذه. يلا فسر ثلاثة ثمانية رسعة ناحد ثمان برقع فسر. مال عليك هذا كله رقم. حلو؟ هلا أنا حفظته حفظته لرقم كثير حلو. ما قلتي لي هلا أنت بتكتبي تطلع على التي في ولا بتروح معي على الدي تي؟ بتعرف شو بلا هالتي في بروح معك على الدي تي. تفشيني بنزل على القلق لأنه ما عم بتدور معك. يا مسحة بالحمرة فلتها على الحيطان دق الماضي دق الماضي وتدلها والمكان وبترشرش على العميان دق الماضي دق الماضي تيرشرش 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 ما بقدر احصر بولي بمشي برشرش من حولي دق الماضي. الفكرة يلي بعد البريك بتحوي كومة اخبار ومشان هيك سموها المعدين نبيل وجسكار فكرة الكومي اخبار. واكيد انه هالاخبار هي اخبار بتضحك ومش اخبار عن الجار. حضروا ركوة القهوة وحطوها على النار. كومي بريك وراجعين. رجعنا من بعد البريك ومثل ما قلنا لكم نحن هلا مع فقرة كومي اخبار. مع مين من الكوميكازيه رح نبلش؟ انا. اوكي ريمو. ريمو هذا خبر الخبريه ما صار لها زمان صايره معي يعني صار لها شي جمعتين الخبريه. بتجي بنتي لعندي بتقول لي بابي بنتك الكبيره؟ بنتي الكبيره اسمها ليا كمان بالتحديد. قالت لي بابي بدي اشتري جينز. قلت لها انا اختي ليش؟ ما من جمعتين اشتري جينز. قالت لي ليك بابي تطلع منقور. شو نقر؟ نقر قد الدبوس. لا انه ما كثير يعني انه ماشي حاله. لا ما انا بروح فيه هيك على الجامعه. قلت لها طيب قد ايه بدك؟ اخذت المبلغ المرقوم راحت اشترت الجينز. فايت من الباب؟ ايه كانه قاصفوا قاصفوا الطيران الاسرائيلي. جينز مخزع كله سوا. قلت لها انه هيداك منقور هيدا لا ما عم بفهم. ما لانه منقور هي بدها مخزوق. ما تعطيني اياه انا بزعل عليك. لا لا خزوق بلاش.
لا لا ما ما تقولوا مخزوق بيزعلوا بيت مخزوق. في مخزوق عند حضرتك. انا من شيء لما بلشنا التصوير بكثير سلبي باول ايامه كنت ما كنت مركز على طول يعني. فمره نحن بنصور ببيوت العالم مره شفت الجروب هيك سبقني عنده تصوير فاتوا على زاروبي. هلا انا لمحتهم عن بعيد وعم جيب التيابي لمحتهم فاتوا هيك على زاروبي عمايلي ما ركزت كثير لحقتهم وفت على بيت تاخرت شي 5 دقائق لفت على بيت لقيت 2 ختيارية قاعدين هيك بالبيت زلمه ومره ما عم يحكوا ولا كلمه. فت انا مرحبا بس وقعدت حدهم قلت لهم عم بيصوروا جوا بس ما هيك هلا فيني يطلعوا ببعض انا ناطر. قلت لها هلا اشلح تيابي لبلش احضر حالي. قعدت اشلح تيابي وشلحت قدامهم وعم بلبس هن قاعدين هيك ساكتين عم يطلعوا فيي ولا كلمه. بعد شوي انتبهت انه ما سامع صوت ما سامع ضجه انا فكرت انه جوا عم بيصوروا بالاوضه قاعد انا وياهم هيك طاطرنا هلا بيخلصوا هلا بيخلصوا ما خلص حدا. فتحت الاوضه ما في حدا. قلت عندها جو قلت لهم ايه وهن بعد ما قالوا لك هن ما عم يحكوا شيء هيك ملبكين لك واحد فات بلش يشلح تغرق قدامهم قاعدين هيك عم يطلعوا فيي ما حدا عم يصور هون عملوا هلا فادي. نعم يا بدك تخبرنا خبرية يا بدك تغني انت نقي برقص. احلى واحلى. ليكي وقت كنا عم نعمل سكتش هلا انا وريمون ففي كلمة بازابيز على كلمة البازابيز ريمون بده يجاوبني بازابيز وبفنزر عيونه. هلا ريمون قاعد وانطونيتون انا قلت له وفي البازابيز طلعت فيه لقيته شرد شرد غزال وشرد اذا بتريد اذا بتريد اذا بتريد غزال وشرد. هلا انا كراعي مفروض رجع هالغزال طلعت فيه قلت له بازابيز هو كانوا قاعد وين على النهر ولك بازابيز الله بازابيز ما بازابيز حسيته هو شرد غزالي شرد وما رجع فاضطريت اطلع له بموال البزابيز بس رجعت تذكرت رجع الغزال رجع رجع لقينا الغزال الشرد. هلا ناقص انه بلا روح حبيبي راسك لبوسه هاي خبريه هو بالمشهد كان في كان في كان بالمشهد بتصدق هاي الخبريه انا بصدق كل الناس يا فادي الا انت يطول بعمرك يا رب ريحتني نفسيا بنهاية هالحلقة بدي أشكر كل الكوميكازيين يلي شاركوا معنا الليلة كوميكازيين أنا شخصياً بحبكن كتير مشاهدينا منموت فيكن ومنحبكن كتير باي باي.